ثم التفت الحسين الى ابنته سكينة فرآها منحازة عن النساء باكية نادبة فوقف عليها مصبرا ومسليا حاله ولسان حاله يقول هذا الوداع عزيزتي والملتقى يوم القيامة عند حوض الكوثر فدع البكاء وللأسار تهيئي واستشعر الصبر الجميل وبادري وإذا رأيتيني على وجه الثرى دام الوريد مبضعا فتصبري. فقال عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه والله ان فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين اطناب المخيم وشك سهم بعض اذر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن الخيم ينظرن الى الحسين كيف يصنع وماذا يصنع. فحمل عليهم الحسين كالليث الغضبان فلا يلحق احدا الا بعجه بسيفه فقتله والسهام تاخذه من كل ناحيه وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع الى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وقد اشتد به العطش فقصد نحو الفرات مرة أخرى يريد الماء ليشرب ولما دنا منهم قطعوا عليه الطريق فطلب منهم الماء فقال له الشمر لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل يا حسين ألا ترى الفرات كأنه طون الحيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال الحسين اللهم أمته عطشا. فكان ذلك الرجل يطلم الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه وما زال كذلك إلى أن مات عطشا. ثم رماه أبو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته. الله فنزعه وسالت الدماء على وجهه فقال اللهم إنك ترى ما نفيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. وصاح بصوت عال يا امة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترته اما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم اياي وعيم الله اني لارجو ان يكرم مني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فقال الحسين وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه. رماه آخر بسهم محدد له ثلاث شعب وقع على قلبه فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب
فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، فلم يسقط من ذلك الدم قطر إلى الأرض. ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول: يا جدي قتلني فلان وفلان. فهوى بضاحية الهجير غريبة تحت السيوف لحدها المسنون وأعياه نسف الدم، فجلس على الأرض ينوء برقبته، فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النسر فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه. وكان عليه برنس، فامتلأ البرنس دما، فقال الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شرب، وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القلنسوة. قال هاني بن ثبيت الحضرمي: إني لواقف عشر عشرة لما صرع الحسين، إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين جاء دور الغلمان الصغار، كان شعارهم لا تبقوا لأهل هذا البيت بقية، شعارهم مثل شعار صدام العراق: لا شيعة بعد اليوم. قال آني بن تبيد الحضرمي: إني لواقف عاشر عشرة لما زرع الحسين، إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه إزار وقميص وفي أذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا، فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله. فلما عيب على الرجل كنى عن نفسه ولم يذكر اسمه، وذلك الغلام هو محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب، وكانت أمه تنظر إليه وهي مدهوشة. هم لبثوا هنيئا وعادوا إلى الحسين وحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض، فنظر عبد الله بن الحسن السبط وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم، فأقبل يشتد نحو عمه وأراد الزينب حبسه فأفلت منها، وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام به: يا ابن الخبيث أتضرب عمي؟ فضربه بحر فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة، فصاح الغلام: يا عما! ووقع في حجر الحسين فضمه إليه وقال: يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع يديه قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ثم رمى الغلام حرملة بن كاهل بسهم فذبحوه وهو في حجر عمه الحسين. وبقي الحسين مطروحا مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا،
إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام، وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرمرانها عفيرا، متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوتانها، أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ضمانها، فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل، وقد أثخنته السهام والرماح احملوا عليه، وأسفاه حملوا عليه من كل جانب أتوا إليه، قد ضربوا عاتقه المطهرا بضربة كبالها على الثرى، وضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه. وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. الله. قال هلال بن نافع: كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنبزه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور، ولقد شغلني نور وجهي عن الفكرة في قتله. فاستقى الحسين في هذا الحال ماء فأباه أن يسقوا، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. فقال عليه السلام: أنا أرد الحامية، وإنما أرد على جدي رسول الله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وفعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا، فلو أن أحمد قد رآك على الثرى لفرشن منه لجسمك الأحشاء، أو بالطفوف رأت رماك سقتك من ماء المدامع أمك الزهراء. يا ليت لا عذب الفرات لوارد وقلوب أبناء النبي ظماء. ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم متعال المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابق النعمة. لحظة، لا يوجد هناك أي اطمئنان كامل. صادق الوعد، سابق النعمة، نعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بين
بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله، الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائم من لا نفاذ له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. فإن يك إسماعيل أسلم نفسه إلى الذبح في حجر الذي هو راحمه، فعاد ذبيح الله حقا، ولم تكن تصافحه بيض الضبا وتسانمه، فإن حسينا أسلم النفس صابرا على الذبح في سيف الذي هو ظالمه، ومن دون دين الله جاد بنفسه وكل نفيس كي تشاد دعائمه، ورضت قراه العاديات وصدره وسيقت على عجف المطايا كرائمه، وأقبل الفرس وما أدراك ما الفرس يدور حوله ويلطخ ناصيته بدنه، فصاح ابن سعد دونكم الفرس، فإنه من جياد خيل رسول الله، فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل 40 رجلا و10 أفراس، فقال ابن سعد دعوه لننظر ما يصنع، فلما أمن الطلب أقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه، يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويسهل صهيلا عاليا. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: كان يقول الفرس الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، ثم توجه نحو المخيم بذلك الصهيل، فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطمات، وللوجوه سافرات وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى بصرة الحسين مبادرات، وواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلود بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. ونادت أم كلثوم زينب العقيلة: ومحمدا وأبتا وعليا وجعفرا وحمزة، هذا حسين بالعرى صريع بكربلا. ثم نادت: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكت على الجبال، وانتهت نحو الحسين وقد تنامنه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه، والحسين يجود بنفسه، فصاحت عمر: فقالت: ويحكم أما فيكم مسلم؟ فلم يجب أحد، بلى جاب عمر بن سعد، ثم صاح ابن سعد بالناس: انزلوا إليه واريحوا. الله أكبر، يا الله
رب